أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى، وضيفتي اليوم هي الأستاذة المحامية زينب أبو عونة، وهي من محافظة المنيا وتعيش حاليا في المنفى في تركيا. أهلا بك يا أستاذة زينب. اهلا بيك يا استاذ ماركلين. الحمد لله تمام. أنت ما تقبضش عليكي كمحامية، وده الشيء الحقيقة المضحك المبكي. يعني انت اتقبض عليكي كمصورة صحفية، وكنت بتعملي في جريدة الوطن اللي هي يعني موالية للنظام، واشتغلتي شوية في الجزيرة. ايه بقى اولا ليه من محامية لصحفية في الاول؟ أنا أصلا خريجة حقوق بني سويف. يعني في خلال ما أنا كنت لسه في الجامعة، حبيت إن أنا أنزل مع زمايلي شوية كتدريب، وفي نفس الوقت إن أنا كنت مهتمة بالمعتقلين وقضية المعتقلين سواء بنات أو ولاد في الفترة دي. فكنت بنزل كتير أحضر معاهم جلسات، كنت أروح زيارات لأهالي المعتقلين في البيوت، أو إن أنا أروح زيارات للمعتقلين البنات في الإقسام أو في السجون. فكنت مهتمة جدا بالمعتقلين يعني. فبعد حسيت إن أنا يعني في حاجة تانية أنا أقدر أعملها غير فكرة حضوري، لأن في محامين كتير جدا، وحسيت إنه المحاماة في الوقت ده أو شغل إنه نروح مع المعتقلين أو هو مجرد صورة. حسيت انه طبعا المحامي ليه دور كبير في انه وجوده مهم جدا، لكن حسيت انه القرارات اقوى مننا كلنا، فحسيت ان انا محتاجة اعمل حاجة تانية. فمن وقتها انا اكتشفت بالصدفة هوايتي وحبي للتصوير، فجي من هنا شغلي في الصحافة، يعني ان انا اشتغلت مصورة صحفية. ابتديت تصوير فيديو فريلانس، وبعدها اشتغلت في الوطن وفريلانس مع الجزيرة وفريلانس مع رصد مع وكالات تانية، بس رويترز مثلا كنت برضو فريلانس. ف كنت بعمل حاجة بحبها، أولا هي إن أنا أصور مثلا مع ناس، إنه فكرة التصوير بالنسبة لي، أو إن أنا هي دي أنت بتظهري حاجة أو بتوصلي صوت حد حقيقي، هو كده كده هيوصل، فأنت بتعملي حاجة فعلا موجودة. بس في 2018 يعني أنا كل شغلي كان إنساني حرفيا، حتى أنا ممكن ببعت لك لينكات لتقارير أنا عاملاها، إنساني بحت يعني. هل انت نزلتي في الثورة؟ كنت صغيرة أعتقد أوي يعني. وقتها كنت صغيرة وكان عندي امتحانات أصلا، فاللي هو نزلت كده اللي هو انتوا بتعملوا ايه كده، حب اكتشاف، انا عايزة اعرف اسمع برضو يعني. انا اكتر حاجة ان انا بعملها انا بسمع، بحب اسمع وبشوف يعني. فاللي هو انا نازلة انتوا بتعملوا ايه بقى وكده. كنت تماما يعني معاهم ومع القرار دي، بس كنت لسه برضو صغيرة، انا مش عارفة. انا فرحانة انه في ناس هتعمل حاجة وتغيير، بس كانت من جوايا ان انا اصلا بصل لفكره يعني انا عادي، انا عيلتي وموجوده والواسطه موجوده زي ما عودونا، والحاجات اللي بتخلص بالفلوس موجوده، فانا ما عنديش مشكله، بس مبسوطه ان في ناس بتعمل تغيير. أيوة. فاهماني؟ بس طيب يعني إيه اللي خلاكي مهتمة؟ يعني وصلتي لحد، يعني أنت بتقولي اهتميتي بالمعتقلين وكده، إيه اللي خلاكي تهتمي؟ إيه اللي اداكي الخلفية إن أنت تهتمي بكل ده؟ فض رابعة، أنا حضرت فض رابعة حضرتي 12 ساعة، أنا كنت حرفيا تحت الرصاص. أنا في ناس يعني ميتة أنا شلتها، مصابين يعني مستشفى الميداني 12 ساعة حرفيا. أنا أهلي كانوا فاكرين إن أنا كنت إن أنا ميتة يعني. الفكرة جت من أنا ماما عاطفية جدا جدا لأبعد حد، أنا ماما مش إخوان لكن هي عاطفية. هي لما حصل المجزرة بتاع المنصة وبعد كده الحرس الجمهوري، فلا حرام الناس بتتضرب، تعالوا ننزل معاهم.
يا ماما الناس، انا طبعا يعني يا ماما الناس دي قاعده في الشارع يعني، انا بعدين احنا مالنا اصلا؟ ليه ليه؟ لا لا حرام، تعالوا تعالوا بس نروح معاهم نقضي العيد معاهم. فقلت لها اوكي يلا بينا. فرحنا حضرنا العيد معاهم واتبسطنا والله وبتاع، وعاملين يعملوا بقى يعني اجواء عيد في مكان قد كده، بس بيعملوا اجواء عيد وفرحانين والاطفال بتلعب والكلام ده كله. ومن هنا كنا نروح يوم ونرجع وهكذا لحد يوم الفطر، احنا مش عارفين حاجة وما بنتكلمش مع حد، فاحنا بالتالي مش عارفين ايه ممكن يحصل حرفيا زي كنتوا الأطرش في بتباتوا الشتاء. بيتوا هناك يعني؟ لا مرة يعني كنا بنروح بس كده ونرجع على طول على بيتنا. في اليوم ده بقى ماما بقول لها يلا يا ماما بصي نصلي الفجر معاهم ونمشي على طول. فتمام يلا يا ماما ماشي. طبعا خلال ما خلصوا صلاة الفجر كانوا ابتدوا ان هم كان ابتدى الفطر، فما عرفناش نطلع ولا نروح في حته. كانت اسرتي بالكامل بابا وماما واخواتي الثلاثه، فبقينا نبص لبعض كده واللي هو ايه هنعمل ايه، اللي هو بنبص زينب، لماما. طب ما هل انتي تعتبري نفسك في هذا الوقت، او تعتبري حد من العيلة كان تابع للإخوان، ولا كان تعاطف مجرد مع اشخاص؟ ما فيش حد اخوانه حرفيا تعاطف مجرد، بس بقول لك ماما اللي هي يعني حرام الناس تعالي نعيد معاهم كده بس. لكن فكرة حد منهم اخوان ابدا ولا حد خالص. ليه؟ لان حتى اللي هو انا يعني هي وصلت انا ما كنتش عارف يعني ايه اخوان. لو انا حد عندي انا كنت هبقى عارفه. لا انا ما عرفتش يعني ايه اخوان لما غير لما رحنا انه في اخوان بقى وايه ده ومحمد مرسي. ما كانش فيه يعني عندي درجة ان انا بقعد اقول لاصحابي انا لحد مثلا ال 18 ولا 19 سنة انا ما أنا مش مهتمة مين ما يعني مين ماسك مين ما يمسكش دي خالص، فاهماني؟ بس لان ما اي حاجة انا شايفاها وقع عليا في ضرر، لكن في ضرر وقع على ناس تانية بس. فروحنا في خلال وجودنا في رابعة اللي هو بقينا نبص لبعض حرفيا واللي هو مش عارفين. واحنا انا بقيت بقول لهم هو انا هشوف دم يعني؟ هو بجد مصري هيقتل مصري؟ هو ده هيحصل؟ انا عمري في حياتي اصلا ولا شميت غاز قبل كده ولا شفت ان انا حد اتقتل قدامي. فاللي هو كنتش متخيله ده، ولو هو جبت قلم كده وقلت لهم يلا نكتب اسامينا علشان لو جرالنا حاجه. بدانا نكتب اسامينا على هدومنا وعلى اجسامنا كده على ايدينا. وبعد كده انا حسيت ان انا لازم اساعد الناس، فرحت كده مع شباب اشيل جراد الميه بحيث ان احنا ناخد قنابل الغاز ونطفيها في الميه دي وهكذا، لحد ما في مره خدت قنبله غاز يعني فقدت الوعي شويه. وبعد كده قمت تاني انا ما لقيتش اهلي، اللي انا مش عارفه هم راحوا فين، وكانت الشبكه فاصله. و فاللي هو يعني كملت اليوم انه انا ما عنديش طريق، انا مستنيه اموت زي كل الناس اللي عماله تموت حواليا. انا هموت بس امتى انا مش عارفه، بس هتيجي دلوقتي حالا، فاهمه؟ ان هو 12 ساعه كل ساعه بتعدي، هو الحرب دي ما بتخلصش، انت فاهمه؟ كل ساعه الضرب بيزيد اكتر، كل ساعه في ناس عماله تقع اكتر. هسألك سؤال، يعني الدولة بتقول إنه أعطوكم ممر آمن، هل فعلا كان في ممر آمن؟ ده الساعة 6:30 المغرب بعد 12 ساعة ضرب بعد متواصل. الضرب. 12 ساعة ضرب متواصل من الطيران للدبابات للقناص حرفيا. هي يعني دب مفيش شوية يعني عارفة اللي هو شوية بس شوية ارتاحوا يعني. لا يعني هو ما كانش فيه رحمة بس. ف وطلعوا فين أهلك؟ طلعوا فين أهلك؟ كلهم راحوا المسجد قعدوا هناك قاعدين جنب الجثث حرفيا، وفضلوا قاعدين هناك طول اليوم. وانا لما خلصنا لما بقى في انه ممر امن اللي هو اصلا واحنا خارجين كنا عاملين كده لان نعم هم عاملين رصاص تحت رجلينا ورصاص فوق دماغنا. وبعدها يعني اللي هو قعدونا في ميه مجاري برضه بسلاح كده، اقعدي هنا اقعدوا هنا.
بس خدوا مننا ناس انا ما كنتش عارفه ان الناس دي رايحه فين، اللي هو انا مش مستوعبه اي حاجه بتحصل حرفيا. خدوا مننا ناس ووقتها بس بقى اللي على مزاجه يمشي، قوم انت امشي، فقوم تمشي. بعدها وقفني تاني، كان في شرط يعني حد من الجيش وشرطه واقفين، امن مركزي لابس بعدين اوفي تمام، وقفت بطاقتك وريته بطاقتي. بس قبل ما اوريه بطاقتي بيقول اهو سوريا سوريا، انا كنت لابسه عبايه سوداء، عبايه سوداء بهدله جدا يعني من كتر وطلع حافيه بقى، فهي سوريا. قلت له انا مش سوريا انا مصريه، فضربني بظهر السلاح كده وطابوري في ده وشتمني شتام شتيمه قليله الادب يعني. فمشيت اول تاكسي قابلته رحت والشبكه جت، فخلته زينب انت كويسه؟ قلت لها انا الحمد لله تمام. قالت لي طب تعالي على عندي على طول على المقطم لان مامتك قلقانه عليكي جدا. قلت لها حاضر ماشي، وطلعت فعلا رحت عند خالته. انا قعدت 3 شهور ما بتكلمش، انا مش مستوعبه اللي حصل. بس بعدها وصلت ان انا اطمنت على اهلي لان ماما كانت خايفه جدا انها تطلع من المسجد، واللي هو انا هاخد جثه بنتي، هي ما كانتش مستوعبه ان انا لسه عايشه يعني. ايوه بس فبعدين بعد ال3 شهور دول انا حسيت ان انا في ناس في رقبتي، انا محتاجه ان انا اجيب حقها. انا مش عارفه اجيب حقها منين، من مين ولا ازاي ولا ايه اللي ممكن يحصل، بس انا هعمل اي حاجه ممكن الناس تكون بتعملها. مظاهرات، ننزل مظاهرات، نروح لهم، او انه معتقلين نتابع معتقلين لان هم ما يستحقوش كده، ولا هم ولا اهاليهم وهكذا. بس تمام. فمن هنا ابتدى ان انا اهتم جدا بقصه المعتقلين واحس ان انا منهم يعني. تمام. تجربة مخيفة يعني. طيب انت اعتقلتي وانت طالعة بيروت، اصلا كنت ليه طالعة بيروت؟ كنت طالعة مش راجعة، ولا كنت طالعة لا كنت يعني طالعة ورجعت، طالعة أنا وراجعة؟ وقتها كنت أجازة. وبعدين اعتقلوكي في المطار ودخلوكي في قضية رقم 441 اللي هي اسمها مش عارف مش عارفة الإخوان هي قالت الإعلامي، بالظبط. حاجة كده لبسوكي قضية يعني. طيب حصل إيه بقى لما اتقبض عليكي؟ انا اتقبض عليا من المطار على الساعه كانت 9 كده، طيارتي، فانا عندي ضابط الجوازات فبيقول لي بعد ما شاف الباسبور، بعدين عمل حاجه كده، بعدين قال لي اركني على جنب. من اركني على جنب دي انا حسيت ان في حاجه خلاص كده، انا مش طالع. فبعت مسج لاهلي، هما كانوا واقفين بره مستنيني، قلت لهم انا مش يعني انا كده حصل معايا حاجه وانا تقريبا مش طالع. بس ابتدوا ان هم يعني ايه مش طالعه، ويرنوا عليا ويتابعوا معايا. بعدها جه امين شرطه اخذني وكشف على الباسبور، طلع له ان انا مراسل لشبكه جزيره، مراسل لشبكه رصد. تمام. بعدها قعد شويه، طب ايه اللي هيحصل معايا؟ طب اي حد يرد عليا؟ لا، المكتب كله مليان ضباط رتب كبيره جدا، وانا بموت حرفيا، اللي هو والنبي اعملوا لي حاجه. بكلم اهلي كده اللي هو حد يتصرف، انا لسه في المطار، انا لسه في المكتب. طبعا ما حدش كان يعرف يعمل حاجه، ولا حد قدر ان هو يعمل حاجه لانه خلاص يعني. جه من شرطه تاني اخذني وطلعت فوق عند مكتب الدور الثالث حاجه كده بالاسانسير، دور هادي جدا. بس هو الضابط ابتدى ان هو يحقق معايا، بس ابتدى انت مين وعرفينا كده بنفسك. طب انت ماما انت مش عارفني اصلا، قبض عليا طب ليه؟ بالظبط. انا بقول له انا طيرتي هتفوتني. لا 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 مش هتفوتك ولا حاجه. قلت له لا هتفوتني، انت كده معطلني، وبعدين انت لسه بتقول انت عرفي نفسك يعني انت مش عارفني، وبناء عليه انت موقفني ليه اصلا؟ يقول لي ما هنعرف انت مين. وكل شويه بقى يجي له تليفون، فاهمه؟ تمام. وبعد كده يبتدي اسئله جديده، طيب اشتغلت في الصحافه ازاي؟ فاحكي له. تمام. انتي طيب اشتغلتي في الوطن ازاي؟ وبعدين ابتدى يقلب في موبايلي، اخذ موبايلي يقلب فيه وطلع صورة كده
كنت انا وواحد زميل ليا مصور برضو، كنا في الاكاديميه الشرطه بنحضر مؤتمر، فبيقول انت كنت في الاكاديميه بتعملي ايه؟ قلت له كان عندي مؤتمر، وانت تقدر تطلعه من على اليوتيوب هتلاقيه في جريده الوطن على الموقع بتاع الوطن. فقال لي تمام ماشي. ما لقاش اي حاجه تانية. طب تمام ماشي، وجاب شنطي بقى، بس ده بعد ايه، بعد فتره كبيره، كانت الطياره طلعت وخلاص الشنط كانت موجوده. جاب شنطي كلها وجاب واحده ست. الست دي حرفيا قلعتني ملط في مكتب واحنا فوق، وهما الرجاله كلهم فتحوا شنطي بلا استثناء، كانوا 3 رجاله، 3 امناء شرطه يعني وضابط، فشخوا الشنطه. ما فيش لو اندر والبرا كله بقى يطلعوه يمسكوه، اللي هو ما خدلوش سوسته في الشنطه، وهي فتشتني في التفتيش، تفتيش مهين الى ابعد حد. وبس. وبعدها طيب هتمشيني؟ لا. هنشوف. وبعد كده دخلني الحجز بتاع المطار، وخد كل حاجتي، المعدات بتاعتي، كان معايا كاميرتين، كان معايا موبايلين، كان معايا لابتوب، كان معايا $2000، كل ده أخده. وكان معايا ترايبود. بس وحطني في حجز المطار وما شفتوش تاني. تاني يوم خدوني علشان أروح أعمل أطارد على النيابة. تاني يوم اتعرضت على النيابة، وكان وقتها أصلا عيد، فكانت قبل العيد بيومين يعني، فكان ما فيش أي محامين خالص موجودين في نيابة أمن الدولة. حضرت التحقيق لوحدي. رئيس النيابة بيقول لي، كان اسمه ضياء عابد، انتي جاية عندي تعملي ايه؟ قلت له تاني، انا اللي المفروض اسأل السؤال ده، انا عندك بعمل ايه؟ هيقول لي طيب بعدين. يعني اللي اكتشفته انه تقريبا طالما انت سألتيني السؤال ده فانا محضري فاضي، انه مفيش اي حاجة، انت لسه بتقولي انتي عندي بتعملي ايه. والتحقيق حرفيا ما خدش نص ساعة، اللي هو انا بسمع عن التحقيقات في امن الدوله، في نيابه امن الدوله يعني، فهو بالساعات. بالساعات. انا ما كملتش نص ساعه. بعد ما خلص بقول له انت تحبسني؟ قال لي اه للاسف. تمام للأسف. للاسف. وبدات اعيط بقى. فجم اخذوني وودوني بعد كده المطار، وتاني يوم اخذوني وودوني المستشفى، وده من غير محامي. ده من غير محامي. هو طلع السكرتير يشوف محامين، ما لقاش محامين، فقال لي انت هتحضري لوحدك. بس قلت له مفيش مشكلة. بس فده اللي حصل. بعدها تالت يوم بقى من المطار خدوني واخدوا حاجتي ودوني مستشفى، او ودوني الاول العباسية اعمل فيش، وكانوا مركبيني ميكروباص يعني وبالكلبش، وانا نازلة من المطار وبالنهار، فكل الناس كانت بتتفرج عليا، اللي هو طبعا الناس شايفة متكلبشة يعني، أنا جنائية خلاص ماشية قدامهم وعملت مصيبة. وهكذا برضو وأنا ماشية في الشارع، الناس كانت نظراتها يعني نظرات يا ماما دي محبوسة كده يعني. بس فروحنا رحنا العباسية، عملت الفيش، وبعدين خدوني تاني ودوني المستشفى بتاعت المستشفى اللي هي في مستشفى هليوبلس حاجة كده. عملوا لي هناك كشف العذرية والتحليل الحمل. استني بقى، كشف عذرية ده بمناسبة ايه؟ انه نتأكد ان انتي اصلا بنت وانتي داخلة السجن، لحسن يحصل حاجة وانتي ما احنا ما نعرفش. هل ده بيحصل لكل اللي بيدخلوا؟ مش بيحصل لكل اللي بيدخلوا، ولكن انه حصل كذا مرة لكذا بنت يعني، فده اللي حصل يعني. وبس. بعدها ودوني اسم النزلة، هل رفضتي؟ هل كانش عندي اوبشن الرفض. انتي طبعا، ما فيش، ما كل هو حاجة مجبرة عليها، كل حاجة حرفيا مجبرة عليها. انتي يعني سوري، زي في لفظ ماسك جاموسة ومشيها، ما فيش، انتي مش من حقك اي حاجة في اي، فاهماني؟ طبعا طبعا ما انا انتي بس ان هو وانا في النيابه بس قعدت اقول له الرئيس النيابه، انا ممكن اطمن ماما عليا، انا بقالي 3 ايام ما حدش عارف عني حاجه. تمام، انا هنبقى نقول لهم، هو لا يقول لهم ولا بتاع، بس اللي هو ماشي بيريحوكي وهكذا. انه طب يعني في المستشفى انه ليه؟ طيب
ما معلش بقى اجراءات، احنا محتاجين نتاكد، احنا محتاجين عشان لو حصل لك حاجه، لو حصل لك حاجه نبقى يعني فاهمه مسؤولين و... اه مسؤولين. فكرة ان عارفه ان انت ان انا متابعه الموضوع من 2013 2014، فانت انتوا ازاي كدابين كده ولسه على نفس النهج فاهمه. بس فكملت وودوني على اسم النزهة، رحت هناك والضباط اللي كانوا معايا سابوني وسلموني للاسم. فانت كل ده اهلك ما يعرفوش انت فين لا ولا حصل لك ايه، يعني لا يعرفوا بس انك اتوقفتي في المطار وبعدين ما مطار، يعرفوش اي حاجة تاني. حاولوا ان هم يروحوا للضابط بنتنا واتمسكت جوه مش عارف ايه. لا لا مفيش الكلام ده، عمل تليفون فهم الليلة اللي فيها فقال لهم يعني روحوا دوروا عليها، بنتكم ما دخلتش المطار اصلا، بنتكم ما دخلتش المطار اصلا، ازاي يعني؟ قال لهم لا روح شوفوها. فاللي هو فهم الليله فحب يرمي اللوم على اهلي، اللي هو انتوا ما تعرفوش اصلا بنتكم فين، انتوا ازاي سايبينها تسافر لوحدها كده يعني فاهمين. بس بعدها بنص ساعه من ما دخلت او ساعه من ما دخلت قسم النزهه، كان المحامي اسلام سلامه وماما كانوا موجودين. ما عنديش فكره عرفوا ازاي ان انا في قسم النزهه، بس يعني مصادرهم مصادر اسلام سلامه والمحامين يعني. فاتبسطت جدا وحسيت ان انا ياه خلاص انا دلوقتي قادره اتنفس، ان ماما عارفه انا فين. فضلت تلمسني كده، انت كويسه؟ انت جرى لك حاجه؟ حد لمسك؟ قلت لا انا كويسه تمام الحمد لله ما تقلقيش، خلاص انت بطلي عياط انا تمام خلصت. وبعدها دخلوني الحجز وابتدت مسيره ال 15 في 15 وبس. في بعد ما عدى مثلا شهر ونص حاولوا ان هم يرحلوني السجن، فعملوا تاني اختبار حمل. طب يا جماعه احنا عاملين اصلا ايوه قبل ما ندخل؟ لا لا اه زياده تاكيد عشان احنا رايحين نسلمك للسجن عشان برضو لو حصل حاجه. فبرضو ده تمام رحنا بس رجعوني تاني. يعني انا تقريبا اتعمل لي 3 مرات اختبار حمل، 3 مرات ايه شغل الجنين ده؟ ده بجد يعني. ويرتو مثلا اللي هو تحليل بولا ده دم يعني، كمان بياخدوا كل مرة منك عينة. بس المهم رحت السجن، وقعدت هناك، رحت السجن بعد 3 شهور وانا من ان انا قاعدة في القسم. مش هقول لك طبعا ثانية، بقى على قعدت الاسم بقى ال3 شهور كانت عاملة ازاي؟ يعني كانوا بيجيبوا لكوا أكل شكله ايه؟ كنتوا طبعا بتتعاملوا ازاي؟ انا زيارة اهلي كانت يوميا، وكان معايا واحدة تانية ست كبيرة كان اسمها طنط هالة، كانت دكتورة جلدية وتجميل، هي مرات مراد علي كان المستشار بتاع مرسي الله يرحمه. فهي اتمسكت من المطار قبلي ب 17 يوم، فانا دخلت لقيتها موجودة كانت. فانا حسيت انه الله يعني في حد معايا، مش هبقى لوحدي بس سياسي يعني. لأن أنا كنت خايفة جدا من فكرة إن أنا أدخل قسم وأقعد مع جنائيين بقى، وكانت فكرة صعبة جدا وهم يضربوني أو يعملوا فيها حاجة. فدي كانت فكرتي عن القسم، بس لما دخلت اطمنت جدا بيها يعني. المعاملة فأهلي يجوا يوم بأكل وهي أهلها يجوا يوم بأكل بنتها، لكن بيأكلنا لا ما كانش في أكل من القسم ده نهائي خالص. أنا كنت رايحة لما دخلت علينا الشتاء هناك، أنا كنت بدفع فلوس عشان يغلي لي ميه، كام كاتل ميه استحمى بيه، اعرف استحمى بيه عشان انا ببرد جدا من الميه الساقعه. فكان بياخد فلوس عشان يغلي لي ميه من الحنفيه عشان استحمى بس، لكن طيب ما كانش بيدوني. قعدوكي 15 يوم في 15 يوم، عدوا 3 شهور وبعدين نقلوكي القناطر. لا ناطر ايه اللي حصل بقى؟ الدخلة بس كده، اللي هو الولاد دي حرام بيحصل معاهم التشريفة، احنا بقى اللي هو الذل. عارفة ان هو يكسر نفسك ازاي؟ فضل يطلع حاجتي من الشنط ومش يحطها على الترابيزة اللي كانت قدامه، لا هو كان بيرميها في الأرض على ملاية في الأرض، وانزلي لميها. ليه؟ في ترابيزة قدامك كان ممكن ان انت تعمل، ولولا احتياجي للحاجة انا والله ما همد دي واخدها. بس انا كنت محتاجه الحاجات دي جدا لان طبعا هم خدوا كل لبسي، كل لبسي وكل حاجاتي الشخصيه تمام. ايوه فنزلت لميتها
وادوني بقى شل كده وخدوا مني كل حاجة حتى توكة الشعر، ودخلت معايا السجانة في الحمام تفتيش بقى، يعني اللي هو انا قلعة قدامك مالطة اوريدي، انت بتفعصي في ايه ولا بتدخلي ايدك فين؟ هي جاية تدخل ايدها تحت، انا قلت لها انا بنت، انت ما ينفعش تحطي ايدك بالطريقة دي، بس رايحة فين؟ تمام، سكتت وبس. بعدين لبست الشل ولبست البتاع، ما كانوش راضيين يدوني اي ملابس داخليه اصلا غير البيج برضو بانتي بس. برضو سؤال، هل ده بيحصل مع كل الناس؟ بيحصل، والستات كمان اللي هما متجوزين بيدخلوا صباعهم بكيس بلاستيك. ده حصل مع طنط هاله وحصل مع ست كذا ست يعني متجوزه. بس فبس بعدين لبست الشغل وبعد كده ودونا الإيراد. الإيراد ده قعد فيه 14 يوم، و يعني قضيت كام يوم كده عياط ان انا محتاجة ماما، ان انا عايزة طبعا يعني اللي هو انا كده بشوفها غير كل اسبوع. فكرة إن أنا كنت بشوفها يوم ويوم أو كل يوم، كان معايا تليفون صغير جوه القسم أصلا بنهرب وكده، لكن دي خلاص أنا كده مش هشوفها تاني، فكانت بالنسبة لي بشعة قوي. يعني أنا كده إن هو القسم ده حاجة قريبة للطلوع، في باب شارع بره، لكن السجن أنا كنت عداهم أكتر من 13 باب وقفل. فكانت بالنسبة لي دي اللي هو لا، صعب صعب، بعيد بعيد قوي يعني. بس فقعدت ال 14 يوم، البنات عرفوا ان انا موجوده، كان في بنات تعرفني كتير جوه، انبسطوا جدا، فكانوا يقعدوا يبعتوا لي حاجات مش عارف ايه. وبعدين جيت الضابط بيقول لي بعد ال 14 يوم عايزه تروحي عنبر ايه؟ قلت له عايزه اروح عنبر الجنائي. في بنت اجنبيه هناك برازيليه كانت معايا في القسم، انا علمتها العربي، والبنت حرفيا ما تعرفش اي حد غيري، فانا عايزه ابقى معاها. فقال لي خلاص ماشي. فهي كانت رحلت قبلي، فانا رحت عندها قعدت معاها شويه، قال لي بس مش هتكلمي اي حد غيرها. قلت له خلاص تمام ماشي. فضل اللي هو طول القعده في العنبر الجنائي ان انا قاعده على السرير في الثالث، مش بنزل غير عشان انا اروح الحمام وبس، ماليش كلام ان انا اتكلم مع حد خالص. النبطشيه بتاخد مني فلوس علشان تجيب لي اكل، اللي هو يعني تعملي اكل وتجيبه لي. بس جت في مره من المرات، من كتر ما البنات السياسي لما بيجوا طالعين تريض، فبيقعدوا يبعتوا لي حاجات او يبعتوا لي كده ازيك عامله ايه من الشباك وكده. فهم الضابط النبطشيه قالت للضابط، فكان عايز اعرف انا مين بقى من هنا، فراح خلاها تاخد مني الملايه سوري المرتبه، وخلاني نمت على الصاج بتاع السرير 3 ايام واحنا في الشتاء والمراوح شغالة والصاج بتاع السرير يعني رطوبة عالية جدا. نمت ومفيش معايا غطا خالص، معايا ملاية بس ماما كانت سايباها خدتها معايا من القسم، فهي دي اللي كنت بتغطى بيها. بعد 3 ايام انا تعبت، وكل شوية اقول لها انا محتاجة تخرج للضابط، انا محتاجة تجيبي لي ملاية، مفيش مرتبة. لما جات لي زيارة فطلعوني، في نهار عياط اول ما شفت عيالي قلت لهم حصل 1 2 3، انتوا متخيلين ان جنائيه جايه في بودره جايه هي اللي بتتحكم فيا؟ انتوا متخيلين كده يعني؟ فبعد ما اهلي مشيوا الضابط جاي بيقول لي انت بتعيطي ليه؟ قلت له علشان هي خدت مني المرتبه ومش راضيه تجيب لي مرتبه تانية، وانا مجهزه لها عروسه السجاير عشان تاخدها وهي مش راضيه. لا لا لا، ما عندناش الكلام ده، وده انا هجيب لك اجدد مرتبه وهعاقبها، هعاقبها حالا قبل ما تيجي النبطشيه بتاعتي، كانت جايه نبطشيه بتاع السياسي عشان تاخدني. قال لي بصي انت روحي العنبر التاني ده، ولو ما ارتحتيش تعالي قولي لي وانا هنقلك. قلت تمام. كنت عارفه اللي هو انت عامل الفيلم ده كله عشان تنقلني، مع انك لو كنت نقلتني انا ما كنتش هفتح بقي برضو يعني، فاهماني؟ عادي ما كنتش هعمل لك صداع. بس فنقلني وقعدت هناك حوالي 15 يوم، لا مش 15، شهرين، شهر ونص. وبعد كده طلعت خدت إخلاء سبيل، وبعدين اترحلت على تخشيبة، ومن التخشيبة على سجن على اسم الهرم. قعدت في سجن الهرم عشان أقابل أمن الدولة شهر،
الشهر ده حرفيا يعني أنا مش اسم فاهمة، الحرم. مش إخلاء سبيل، ما هو مش فالمفروض اخلاق سبيل تروحي. من السجن، انا اخلاق سبيل لازم اروح القسم اللي انا تابع ليه اطلع من هناك، لان مظبوط. انا اخلاق سبيل بتدابير احترازيه، عندي أوكي. عندي متابعه في القسم 3 ايام في الاسبوع، عندي محكمه كل 45 يوم، فانا لازم اروح القسم اللي انا تابع ليه عشان اطلع من هنا. كويس، فودوني فالاسم احتجزك بقى. احتجزني شهر عشان مقابله امن الدوله، الاسم اللي هو ملوش اي علاقه. كان الحجز عبارة عن يعني مترين في متر حاجة كده، وفي أكتر من 30 ست احنا، وفي يعني كان جه الصيف، يعني كنا في شهر 2، كنا بننام صيف حرفيا، وكمان كان في ستات بتقف علشان فترة ما احنا هننام 4 ساعات وهكذا نبدل. وكان الحمام عبارة عن ان هو في 4 ستات مثلا طول الوقت نبدل، فاهماني؟ ما تعرفيش تعملي حمام دي وانتي قافله على نفسك الباب، ما فيش خصوصيه، ما فيش اصلا خالص. ما انا ما استحمتش طول الشهر، انا حرفيا كنت بالوايبس والديودرنت بس، ما عرفتش استحمى، انا كنت بعمل حمام بالعافيه. انتي متخيله قاعده بتعملي حمام وفي ناس قدامك، الله. بس يعني فكان شهر صعب جدا عليا، لحد ما اللي هو اما طلعت امن الدوله، في اللي هو بقوله انا قاعده كل ده ليه يعني؟ انت ليه مقعدني كل ده؟ عادي يا زينب هتطلعي. لا مش هتطلعي، هو يعني ما حاولش حتى ان هو يطمني، بقول له طب ما انت تدورني على قضيه تانية، انت ليه ليه مين قال كده؟ احنا ما بنعملش كده. قلت له مين؟ يعني تمام تمام بس انا بس عايزه اعرف، يعني لو انت هتدورني فانا بقى عامله حسابي، بس ما بقاش قاعده كده وفي لا شيء يعني. انت هتطلعني طيب؟ هنشوف. إلهي ما ترتاح يعني، زي ما انت مش مريحني كده. تمام وخلاص. وفضل طب انت اتعاملتي مع مين في السجن؟ أسئلة بقى كتير. تامي. كانوا بيعملوا ايه في السجن؟ كانوا طب في القسم؟ طب في السجن دي كانت بتعمل ايه؟ دي بتعمل ايه؟ طب كده. كلمته عن إسراء خالد. إسراء خالد دي بنوتة معتقلة من وهي عندها 21 سنة، عندها دلوقتي 30 31، باباها مات وهي في السجن. فانا حكيت له اللي هو البنت تفكيرها اتغير تماما، يعني البنت انت ممكن تقعد معاها اللي هو مالكيش دعوه، خليكي في حالك. هو يسمع بس، يسمع الحكاية بس عشان يمسك لها على حاجة. بالظبط. لكن نو تكلميني على حد عشان تسترحميني، لا مش الكلام. بس اتعلمت ايه بقى جوه؟ قلت له ما اتعلمتش حاجه، انا كنت قاعده ساكته. اتعلمت ان انا اعمل كروشيه وبتاع، هو ده اللي انا اتعلمته جوه، بس البنات علموهولي، غير كده انا ما اتعلمتش حاجه. تمام ماشي. وبس بعدها بيومين طلعت يعني فترة. تفتكري ليه ليه قبضوا عليكي؟ اللي قال لي انه علشان في ناس قالت اسمي، فكان طالع تحريات زي تحريات، ووقتها كان وقت سفري فهم جم مع بعض. لكن يعني هو ما كانش عنده دليل او حاجه ان انا اصلا بشتغل في حته، او كان عنده شغل ليا ازعجه. 6 شهور دي بالنسبه للناس اللي فاضيتي سنه وسنه ونص وسنتين وثلاثه، لا انا طلعت بدري يعني. قلتي لي قبل التسجيل يا أستاذة زينب إنه تعرضتي لتحرش. طبعا كل اللي حكيتيه أصلا في تحرش، لكن إيه بالتحديد حصل غير كده؟ انا يعني اتعرضت ليه كذا مره. اول مره كانت في الحجز بتاع المطار من ضابط اللي في الحجز. انا كنت منهاره جدا من العياط، منهاره يعني انه انا مش متخيله ان انا خلاص اتقفل عليا باب السجن، ان انا كده انا مش هعرف اطلع تاني. فكانت كل انه خلاص شغلي راح، خلاص انا ما اعرفش انا ممكن اطلع تاني امتى. فعمال اعيط وانا في الحجز، فكان في ضابط مبطشي موجود في الحجز بتاع المطار، مش فاكرة رديته كام، بس كان 3 نجوم يعني. ناداني في مكتبه وبتاعه، وما تعيطيش وبتاعه، وجاب لي أكل. فكل يوم قلت له مش عايزة أكل، جاب لي دكتور أصلي السكر عندي كان واطي جدا، وإن هو كان لازم أخد حاجة، إداني حقنة مهدئة كده. وبعد كده
في مكان من الضابط اللي هو على الصعيد الآخر، إنه عمل حاجات إنسانية، إنه أكل، وإنه جاب لي الدكتور، إنه لا يعني اتحرش بيا. عمل ايه؟ يعني لمس صدري ولبس، فاهمة؟ اللي هو حاول إن هو يقرب مني، وأنا موجودة في المكتب، وأنا اللي هو مكان مني، إن هو أنا عايزة أرجع الأوضة، أنا عايزة أرجع الحجز تاني. يعني أنا أصلا مش عايزة إن الباب يتقفل عليا، بس إن الباب يتقفل عليا أرحم من اللي أنت بتعمله ده، في مقابل إن أنت جايب لي أكل، فاهمة؟ فلما صوتي عالي، فاللي هو خلاص راح مرجعني تاني. دي كانت أول مرة التحرش في الحجز بتاع المطار. تاني مرة كنت نازلة عرض نيابة من ضمن العروض، فالأمين وهو متكلبش معايا كان بيمد إيده كده، يمد إيده يمسك إيدي، اللي هو في إيه طيب، يعني بعد إذنك، يعني في إيه، أنا ما عملتش حاجة، ده أنا بس الكلبش هو اللي قريب ويعملها تاني. دي اتكررت كذا مرة يعني. تالت مرة من السجانة في السجن، اللي هو هي مش بتفتش أثناء ما يكون عندي زيارة ولا طالعة للجلسة، هي مش بتفتش، هي حرفيا بتفعص، يعني بتتحرش بكل حتة في جسمك حرفيا، سواء صدرك أو تحت، أو بس بتحط إيديها بطريقة غريبة وغبية. ده كان التفتيش في السجن. شيء مفزع. مرة بس دول كانوا المرات اللي اتعرضت فيهم للتحرش أثناء الاعتقال. يعني اللي حصل تاني، إن أنا لما طلعت، أنا خدت إخلاء سبيل، ايوه وبعد ما خدت إخلاء سبيل كنت طالعة بتدابير احترازية. حصل معايا موقف برضو، إن أنا كنت في أثناء إن أنا بترحل من التخشيبة للسجن لاسم الهرم، فكان إحنا راكبين عربية ترحيلات، ففي جنائيين رجالة في العربية، وهو فاتحين الباب عليهم، ونظراتهم بس لوحدها الجنائيين ترعب. فقلت لهم من فضلك اقفل الباب عليهم عشان اعرف اطلع. لا مش هقفل الباب عليهم. قلت له لا، انت يعني انت مش شايف انا خايف اطلع اصلا يعني. لا، وفضل يزعق لي ويشتم وبتاع، فاللي هو ما رضيتش اطلع العربيه برضو غير لما قفل الباب عليهم. لما قفل الباب عليهم، ففي زي ترابيزه كده او دكه كده في العربيه، فقعدت عليها. راح يقول لي انت هتقعدي، قومي اقفي معاهم، انت ده مكاني انا هقعد فيه. قلت له انا مش هقف، العربيه رايحه جايه بتمخمط فينا والطريق، فانا مش هقف. راح برضو عمل كده، وراح ماسك الكلبش دايسه على ايدي جامد، راح عورني بالكلبش. دي كانت مره. فانا ماما وبابا كانوا واقفين وانا بترحل، فهم سمعوا صوتي وانا بزعق، فاللي هو بيقولوا لي في ايه. قلت لهم تعالوا ورايا ما نشوف ابن الوسخه ده في القسم عايز ايه. انت كمان بتشتميه؟ ده انا هعمل لك سب وقصف لما ننزل، هعمل لك محضر لما ننزل القسم. قلت له اعمل اللي انت عايزه، وانا هقول لامن الدوله عليك، على اساس يعني امن الدوله يجيب لي حقي ولا حاجه. بس فرحت، فراح يعني دي حاجه يعني من ضمن الحاجات اللي معلمه معايا جامد، ونفسي ان انا اردها له في يوم من الايام. لما رحنا عند مامور القسم، فهو بيحكي له، بيقول لي حصل واحد اتنين تلاته وبتاع، يقول لي ده جزمته انضف منك يا بت، ده انت. وراح شتم شتيمه قلة الادب. انا نفسي ارد له الشتيمه دي في يوم من الايام، لاني ما قدرتش اردها في وقتها، بس كنت خايفه. هو قاعد يقول لي انه انت لما تدخلي الحجز الجنائيين هنخليهم يضربوكي ومش هتعرفي هما يعملوا فيكي ايه. فكنت عمال اعيط، بس ماما قلبت الدنيا في القسم، وحاولت انها يعني تجيب لي شويه من حقي، بس لكن ما فيش اي حاجه حصلت يعني. والمهم ان هو الضابط ده اللي امين الشرطه ده اتنزل، ما عملش محضر يعني وبتاع، وخلاص. ودخلت الحجز. حجز اسم الهرم ده كان عباره عن علبه فيها 30 واحده، مفيش شباك، منفذ هواء، مفيش دخول. الأكل هو بيفتح بس حتة من الباب كده، تاخدي منها الأكل، يا طولتي تاخديه يا ما طولتيش، وهو بيقفل الباب يعني. يدخل الشاي من تحت عقب الباب في كيس بلاستيك، ده الشاي. أنا قعدت في المكان ده شهر. النوم زي ما قلت لك عبارة عن إن إحنا بننام سيف، وتنامي بس 4 ساعات وتقومي عشان غيرك ينام. الحمام قاعد فيه ناس
انتي ما بتعرفيش تعملي حمام. انا ما استحمتش طول الشهر، كنت بستخدم بس وايبس وديودرنت وشكرا على كده، لاني مش عارفه حتى اغير هدومي في وسط ما كل الناس دي قاعده يعني. وبعدين حصلت مقابله امن الدوله دي في خلال اخر الشهر اللي انا كنت قاعداه، وقابلته وزي ما قلت لك ان هو ما كانش حتى مديني امل ان انا اطلع. انا بقول له طب انا قاعده كل ده ليه؟ انا عايزه انت هتطلعني؟ طيب لسه هنشوف. بس وبعدين بعد يومين انا طلعت. انا كنت طالعه بتدابير احترازيه، كان عندي 3 ايام مراقبه في القسم، وبروح المحكمه كل 45 يوم. فاثناء ان انا ما بروح، بعد 11 شهر ان انا بروح كل اسبوع، امن الدوله اخذني من هناك. اتغميت واتكلبشت وفي مكان انا ما اعرفوش اصلا، وقعدوني كده بتاع حوالي 7 8 ساعات، انا بس جنبي ناس هي عماله تتضرب وتتشتم ويطلع ميتينها في تعذيب، وانا مش عارفه ايه اللي بيحصل. وكان وقتها برد جامد جامد لدرجه ان انا صعبت على عساكر، كانوا بيغطوني بالمصليات يعني. وبعدين دخلت الضابط، كنت عماله منهاره من العياط، فجاي بيقول لي انت بتعيطي ليه؟ قلت عشان انا مش عارفه انا فين اصلا ولا ايه اللي هيحصل معايا، يعني طبيعي حقي اعيط يعني. فقال لي ما تخافيش هشوف، انا هنشوف مع الضابط المسؤول يعني. وبعدين دخلت له وقعد يتكلم معايا، اسمك ايه وارقم قضيتك؟ قلت له مش كل البيانات دي عند حضرتك المفروض؟ راح قال لي عادي يا زينب بندردش. تمام بس وخلصت. وبعدين طلعني تاني وفضلت قاعده مستنيه، وبعد كده طلعوني في مكان كده وراحوا سايبيني. المكان كان قريب يعني من الاسم اللي انا كنت تابعه عليه، وطلعت يعني هم حطوني جوه القسم وطلعت منه. فكان اهلي مستنيني بره، كان حوالي الفجر كده، فقلت لهم عايزه امشي بسرعه من هنا يعني، انا مش مستحمله. بس وروحت. كان في حاجه حصلت قبل دي بالظبط، ان انا لما كنت رايحه القسم، وانا كان بقول لك بقالي 11 شهر بروح المتابعه، كان في ضابط هناك حرفيا بيشوفني كل مره بروح، وانا داخله عشان ما اديتلوش اتنشن، فراح انت رايحه فين؟ قلت له عندي متابعه وداخله ماشيه. هو انا مش بكلمك؟ مش تيجي هنا تقفي قدامي وتتكلمي؟ قلت له انا رديت عليك اوريدي، مش لازم ان انا اجي اقف، وبعدين انت شفتني كذا مره يعني. لا انا ما اعرفش مين طالع. قلت له وانت دي مش وظيفتك، انت ضابط، في امناء شرطه واقفين بره وعساكر، هم انا داخله من الباب يعني، انا مش داخله من الشباك يعني، داخله اعمل ايه؟ ففضل يزعق معايا ويشتم وهذا، وانا فضلت ازعق معاه وبتاع، وبرضه دخلنا للمأمور. المره دي رحت مطلع له كارنيه، ما طلعتلوش البطاقه، طلعت له كارنيه المحاماه. راح قال لي تمام ماشي، بس هو من حقه برضه ان هو يسألك انت رايحه فين وجايه منين. قلت له تمام، بس هو شايفني، بس هو كان بيرازي فين مش اكتر من كده. بس طبعا ما فيش انت ما بتاخديش حقك معاهم يعني، انت وسطهم بس. بس وبعد ما خدوني المره دي في امن الدوله، راح بعت لي تاني، كان مديني بعت تاني بعد 4 ايام بالظبط. رحت تاني المره دي برضو اتغميت وبتاع، بس المره دي انا رايحه برجلي، يعني شتايم، اللي اتأدب ضربني ويقول لي ليه؟ انت هتعملي، ليه؟ عشان بيسألني على ناس وانا ما اعرفش مين الناس دي، يقول له انت هتعملي نفسك شريفه؟ انتوا كلكم يا بنتي بتقولوا على بعض يعني، انت هو انت جايه عندي ازاي؟ انت في ناس قالت عليكي. بس طب بس انا فعلا ما اعرفش الناس دي، ولو اعرفها زي ما انت بتقول اهو هقول عليهم، بس انا فعلا ما اعرفهمش. بس ومشيت من عنده، وما استحملتش اقعد اسبوع في مصر. ما كانش حد عنده 1% بس ان ممكن ده ما يتكررش معايا تاني. انا رحت بالمناسبه ان انا اطلع باسبور، راح في الجوازات، فقال لي قطع لي ورقي في الجوازات، مصلحه حكوميه بحته، قطع لي ورقي وقال لي روحي شوفي مشكلتك معاهم. يا حبيت اعرف شيخ ايه اللي بيطلع، والله حبيت اعرف ايه اللي بيطلع. بيطلع له بقى اسمي ورقم القضيه واتهامات والتهم وكل ده. ففهمت بقى ان ايه اصلا معمول لي بلوك منع اصدار باسبور. تمام كده انا مش هعرف اطلع باسبور خالص. ده بعد مدة قد إيه بقى؟ يعني بعد أنت 11 شهر قعدتي بالظبط، مراقبة 11 شهر 11 مراقبة. شهر، على شهر 11 كده، على شهر 12 اتخذت تاني. شهر واحد انا كنت طالعه من مصر طيب أنت المراقبة دي كنت بتروحي كل أسبوع؟ كل اسبوع 3 مرات. لا مش معقول، 3 مرات؟ والله 3 مرات، ساعتين بروح امضي وافضل قاعده في القسم لحد ما ساعتين يخلصوا وامشي. في منهم مرات كانت اول يوم رمضان، في منهم اعياد، انا كنت بقضيها في القسم، ما كنتش بقضيها مع اهلي.
فانت رسمي كده ما تقدريش حتى تشتغلي، ما تقدريش تعملي اي حاجة ما كانش بقيت فيه انت. اي حاجه كنت عارفه اعملها نهائي بعد ما خرجت من السجن، ومع ذلك كان عندي امل ان انا خلاص تخلص المراقبه دي وهفضل قاعده في البلد، وما كانش عندي فكره السفر لان انا ما بحبش السفر يعني، او مش ما بحبش السفر، خايفه من تجربه تانية بره، انا هطلع اعمل ايه؟ طيب المراقبة دي كانت مدتها، يعني قالوا لك المراقبة هتبقى مدتها قد ايه؟ لا ما كانش في مدة، وانت بتروحي كل 45 يوم المحكمة، محكمة الترى الطوارئ دي الترى، فكل 45 يوم على أمل التجديد، على أمل إنها تتشال. ففي مر يعني هي اتشالت حرفيا، قلت مرة، قلت من ساعتين لساعة، وبعد ما سافرت بشهر اتشالت التدابير الاحترازية بعد ما سافرت، متخيلة؟ قررتي السفر قررت السفر بعدها بأسبوع، كان أول ومعكيش يعني باسبور. معيش باسبور، أنا طالعة بس بالترنج اللي عليا وموبايلي معايا وبس، وطلعت عن طريق السودان. كانوا أهلك عارفين؟ أنا كنت قايلة لهم الموضوع، ما كانوش موافقين، بس لما طلعت قالوا لي ده أحسن حاجة عملتيها، أنت ريحتينا كتير حرفيا. تمام، بس أنا كنت متخيلة إن هم قد إيه تعبانين وقد إيه إن هم مش عايزين المرمطة دي، بس في نفس الوقت ما كانوش قادرين ان هم يجسفوا بيا يعني ايه طريق السودان، 50% هتموتي 50% هتعيشي، فاهمه؟ كان بس ايه شكل الرحلة؟ ركبت القطر من القاهرة لأسوان، ومن أسوان كان مسؤول ان هو يسفرنا، جه خدنا بتوك توك كده في متغطي كأنك بتهربي حاجة يعني، وودانا بيت كده مهجور تماما، وخلى الباب بتاع توك توك لباب البيت، ودخلنا بسرعة جري كده، وفضلوا حابسيننا في أوضة كده، وبعدين دخلوا لنا أكل، وبعدين فضلنا مستنيين. كنتوا كام كان حد؟ معايا 9 ولاد وكان معايا بنت تانية، وبعدين فضلنا قاعدين كده لآخر اليوم لما الليل ليل، وبعد كده جت العربية ركبنا فيها، كانت عربية ربع نقل، دي قصة يعني حياتي، وأنا صورتها يعني لحد دلوقتي عمري ما نشرت أي حاجة من اللي أنا صورته يعني، شكل العربية هي ربع نقل حرفيا، في شيء عز البرد، مرعب، ده رعب. في عز البرد ماشيين في الصحراء، في وسط الصحراء، ضرب علينا نار مرة، طبعا العربية غرزت مرة في الرملة، حرفيا الشباب كانوا عمالين يزقوا عشان تطلع، قعدنا عشان السواق ينام عشان ده مهرب يعني، قعدنا في الصحراء بتاع 12 ساعة في الليل، في عز الليل برد، أنا كنت أكتر حد أنا ببرد أصلا جدا من في عز البرد، فبكون متأثرة أكتر، فضلوا يحطوا عليا كان كل واحد جايب معاه زي دفاية كده، حطوها عليا وأنا مش قادرة، بس عشان السواق عايز ينام، طب امشوا بره العربية، ففضلنا حرفيا 12 ساعة، الولاد حاولوا ان هم يجمعوا اي خشب موجود، لدرجة ان في ناس تاهت اصلا، بس حاولنا نرجعهم تاني، ولعنا نار شوية دول وبس، وكملنا الرحلة، وصلنا البيت كده على حدود السودان. اول ما وصلنا كان في حاجة من ضمن الحاجات، بس مش عارفة الشباب اللي كانوا معايا مجرد ما عدوا الحدود والسواق بيقول لهم ان احنا عدينا، هم تفوا على الحدود المصرية حرفيا، بس انا عيطت يعني ما اعرفش ليه، بس انا حرفيا عيطت، بس هما لا، هما تفوا على الحدود المصريه حرفيا بس. وبعدين وصلنا، ولما وصلنا البيت ده وان السواق خلاص هيسيبنا عشان بعد كده في عربيه تانيه تيجي تاخدنا، وبعدين نروح الخرطوم، والسواق بيسلم علينا وهو ماشي، انا قعدت اعيط، اللي هو انت راجع تاني مصر وانا ما اعرفش انا امتى ممكن ارجع يعني، بس قعدت اعيط جامد يعني، اللي هو في كده مفارقات عجيبه بس. وبعدين بيتنا الليل ده هناك، وبعدين الصبح برضو مصورة المكان اللي كنا فيه وكان عامل ازاي، وبعدين ركبنا الأتوبيس، خدنا العربية وركبنا الأتوبيس رحنا الخرطوم، كان في زميل ليا هناك مصور استقبلنا، وكان جايب لي استوديو كده قعدت فيه أنا والبنت التانية، وبس قعدت هناك لحد شهر 3. انا كنت دافعه فلوس 7000 دولار عشان اعرف اطلع باسبور مصري من تحت الترابيزه، يا خبر، اللي هو الباسبور اللي كان بيتعمل ب 300 جنيه، انا دافعه فيه 7000 دولار عشان يتفك البلوك بس ويتعمل من تحت الترابيزه يعني،
وعملت الباسبور وجالي على السودان وختمت. كان ختم بفلوس برضو ب 300 دولار، ختم خروج ودخول وبس. بعد كده حجزت الطيارة على في الأول على ماليزيا، فما كانش في عودة على مكان، فمرضوش يطلعوني، التذكرة راحت ورجعت تاني من المطار. وبعد كده حجزت مصر ترانزيت اسطنبول، فكانت مجازفة كبيرة جدا، بس يعني ما كانش قدامي حل غير كده عشان عشان في المطار يرضوا يطلعوني يعني. بس وصلت اسطنبول وقلت لهم ان انا عايزه اروح مكتب الامن، انا بسلم نفسي بايدي حرفيا، بس هو كان مكتب الامن لان كان في تنسيق ان انا جايه، بس كنت رايحه يوم حد فكله اجازه، مكتب اداره الهجره اجازه، فاللي هو فضلت محبوسه في الامن في الحجز بتاع المطار بتاع 12 ساعه. طبعا يعني حجز المطار يعني ما لا يكرم بمصر، يعني حاجة كده ان هم بيجيبوا لك اكل وانت قاعدة مع ناس موجودة ومعاكي موبايلك والكلام ده كله وبس. وبعدها خدت تأشيرة من المطار ودخلت، كان وقتها لسه الدنيا مفتوحة يعني. بس ودخلت اسطنبول بقى اسبوع والعالم كله قفل بسبب كورونا، حسيت ان الحمد لله ان انا سبت السودان، الحمد لله مكنتش هقدر اقعد كل الوقت ده أيوة يعني. صح. بس وعايشة في السودان في اسطنبول من وقتها. طيب دلوقتي في تركيا بقى إيه اللي حصل؟ الوضع إيه؟ أنا أقامتي سياحية في اسطنبول، كنت بطلعها عادي في الأول، ولكن دلوقتي من بعد العنصرية الكبيرة ضد العرب والأجانب في تركيا بقى الإقامات، مفيش إقامات بتطلع تاني، بيحاولوا يحدوا منها جامد. كتير ناس أصلا لما بيوقفوها إنها لما إقاماتهم بتخلص بيتحبسوا. بس ما بيرحلوهمش. ما بيرحلهمش لكن بيدوهم فترة 15 يوم إن أنت تسيب البلد. يعني أنا إقامتي هتخلص في شهر واحد، ما عنديش 1% إن أنا ممكن أجددها تاني، مش عارفة ممكن أروح فين، لسه حرفيا ما عنديش فكرة خالص، ما عنديش أي تأشيرات لأي حتة. طيب تأثير ده عليكي إيه؟ تأثير بشع، تأثير إنه أنا تراكمات بس يعني، السجن، السودان، القعدة في بلد مش بلدك، عنصرية فيها لأبعد حد ممكن، كل دي تراكمات، خوف على أهلي خلتني إن أنا بس بحاول أكنس كده من فوق وكله يبقى تحت السجادة يعني. لكن يعني تعب نفسي وترامات، أنا عندي ترامات جدا من المطار، لما لو دخلت مطار أنا بحس إن أنا خلاص أنا قلبي بيتقبض، ببقى متربة كده، اللي هو لو وصلت عند الجوازات أنا بحس إنه هياخدني، هو هيحصل حاجة مع إنه عادي ومش هيعمل لي حاجة لأن أنا مش في مصر، لكن بقت خلاص هي عندي ترومات، فبيحصل حاجتين، يا إما بنهار وببقى بقعد أعيط هستيريا عياط وأنا معرفش ليه، يا التانية يبقى مهيبرة جدا وأقعد أشتري في حاجات أشتري في حاجات. ومرة من ضمن المرات اللي كنت مهيبرة فيها إن أنا نسيت اللابتوب بتاعي في المطار يعني، ولما وصلت اسطنبول لقيت ان كانت يعني الدوله محترمه قالت لي انه نسيتي حاجه في المطار، ف قلت لهم ايوه اللابتوب بتاعي، قال لي تمام موجود ممكن تبعتي حد او احنا نبعته بس. لكن لا انا لسه بخاف ان الباب يتقفل عليا، انا عمري ما نمت في باب مقفول، لازم يكون في باب مفتوح بحيث ان انا ابقى شايفه اللي قدامي، يكون في نور موجود اصلا. قدرت ان انا بعد محاولات 3 مرات مثلا ان انا ابدا مع سيرابست واقول خلاص هاخد الخطوه، كنت برجع فيها تاني، وكنت ببدا يعني حتى رحله العلاج ادويه كنت بقطعها مني لنفسي لان لا مش هكمل. المره دي بقالي 2 ونص بدات مع دكتوره، مواظبة. قدرت ان انا اخد الخطوه دي علشان ان انا ما بقتش مستحمله خالص، ما بقتش مستحمله كل اللي عشته ده، مأثر عليا جدا، مأثر عليا
بشكل او باخر، ان انا نفسي حياتي تنتهي. هي تقيلة جدا من كل النواحي، مسؤولية كبيرة قوي. انا مش عارفة، يعني فكرة ان انا بس ابقى قاعدة في بلد وانا مش عارفة ايه ممكن يحصل لي، استقرار نسبي لأبعد حد ممكن. يعني انا نفسي استقر، نفسي احس بأمان، لكن هو مش موجود. فكل دي عوامل بتقول لي انه طب انتي عايشة ليه؟ ملهاش لازمة يعني. لا فأخذ ما تقوليش كده يا زينب، لا 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 ما تقوليش كده إلا دي بقى. يعني ده أقرب شعور أنا حاساه. أنا بعمل إيه؟ يعني أنا كانت حياتي في مصر، كانت شغلي في مصر، كاريري في مصر، حابة نفسي هناك، حابة اللي أنا بعمله أو بوصله، حابة فكرة إن أنا بقدر أنا أوصل صوت حالات إنسانية هي محتاجة إن يوصل صوتها. أنا بره بعمل إيه؟ ما بعملش حاجة. أنا في ناس دلوقتي، أو إن أنا سايباها في السجن بقالهم 8 و9 سنين، هم حياتهم بتتدمر. طب انا بره وباكل وبشرب، بس هما كل يوم في جديد في الحياه اللي احنا عايشينها، بس هما مش عايشينه. في اي حياه احنا عايشينها ملهاش اي لازمه، اي حياه احنا عايشينها واحنا بعيد عن اهالينا، فاهماني؟ اي حياه عايشينها واحنا بعيد عن اصحابنا، مش عارفه. بس على الرغم من ده كله حاولت انه خدت خطوه، انا بتابع مع دكتور، مع دكتوره، ماشيه على العلاج، باخد 4 أنواع علاج اكتئاب. أنا النوم ما بنامش طبيعي، لازم منوم قبل ما أنام، غير كده أنا ما بعرفش أنام أصلا. إلى حد ما عشان أقدر أقوم من على السرير أنا لازم أخد أدويتي وبس. يعني بحاول، مش عارفة، بس بنحاول نخلقه، يعني نخلقه لما نقابل يعني حد زي حضرتك يهون كده، يبقى حاسس بينا، يبقى فاهم احنا مرينا بإيه. بس لكن المعظم يعني، ما انت نكرة، انت ولا حاجة في الحياة، انت محدش حاسس بيك أصلا، فاهماني؟ الأستاذة المحامية زينب أبو عونم، ألف ألف شكر. شكرا لك.